رام، صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجيه جميلة نقول لكم ونصبح على خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهده الأمين وعلى الشعب السعودي وعلى الشعب الخليجي وعلى الأمة العربية والإسلامية. صبحكم الله بالخير، صباح النور والسرور والدلة اللي تفور والقرص المخمور والطيب والعطور والرضا من رب الغفور. كل يوم ونحن نذكر بعضنا، وبما أنعم الله عز وجل به علينا من نعم، نقوم الحمد لله الصباح في أمن وأمان وراحة واستقرار وطمأنينة، وهذا من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل، ونشكر الله عز وجل على هذه النعم. كل يوم الإنسان إذا أصبح يقول ما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. فكل هذه النعم التي تنعم فيها الداخل الظاهرة والباطنة كلها من الله سبحانه وتعالى. ف اليوم طبعا نذكركم قبل ما نبدا في برنامجنا وقبل ما نبدا في موضوعنا، تواصل معنا على الهاشتاج 92 هاشتاج البزنس 92، وكذلك تواصل على رقم تظهر على الشاشه. وبدايه نصبح على اعضائنا وضيوفنا الموجودين. صباح الخير الراوي فالح الشويب ابو فيصل. صباح الخير ابو فيصل. صباح النور ابو نايف واخواني الموجودين والمتابعين والمتابعات عبر قناه الواقع الفضائيه الجميله. ونصبح كذلك على الشيخ جمال العريفي ابو محمد. صباح الخير ابو محمد. صباح النور لك ابو نايف وللاخوان الموجودين وللساده المشاهدين، ونحمد الله على تجدد النعم ودفع النقم، ونسال الله ان يوفقنا لما نقدمه للأخوان المشاهدين بما ينفعهم وينفعنا إن شاء الله. صبح كذلك على الدكتور صالح الحمد. صباح الخير أبو صباح عبدالله. النور يا أبو نايف، الله يصبحك بالخير وإخواني الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، وأرجو من الله العلي القدير أن نقدم في هذا اليوم الجميل ما يروق لمشاهدينا ومشاهداتنا من أحاديث حول تربية الأبناء وبما يعود عليهم بالنفع إن شاء الله. صبح كذلك على الدكتور سعيد الحارثي أبو محمد. صباح الخير أبو محمد. ويصبحكم بالخير والسرور، أهلا وسهلا بكم والحاضرين والمشاهدين، وفرصة طيبة نسعد وإياكم في هذا اللقاء بالإخوة نتكلم وندردش حول موضوع تربية الأبناء، وشكر الله لكم، الله يجعلنا وإياكم موفقين. آمين. طبعاً اليوم مشاهدينا الكرام موضوعنا هو الأبناء مشروع وبناء، هذا هو موضوعنا اليوم. في بداية الجلسة الفقرة الأولى هو الأبناء مشروع وبناء. هؤلاء الأبناء الله عز وجل أنعم بهم علينا، هذا نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله عز وجل أعطانا هؤلاء أبناء من بنات وأولاد، نعمة من الله عز وجل. فهؤلاء الأبناء كيف الإنسان يعرف هذه النعمة ويحافظ على هذه النعمة وينشئ هذا النشأ نشأ صحيح وتربية صحيحة، وكذلك على أسس صحيحة، وكذلك أنت يا الأب قدوة لهم سلبا أو إيجابا، فحتى يكون هؤلاء الأبناء أبناء صالحين. قبلها نتوجه الله عز وجل بالدعاء لهم. فبداية نبدأ مع الدكتور سعيد ومحمد.